ده من ضمن الخبرين، اديني قلتهم واديني اتكلمت عشان تعرفوا ان انا ما بخافش من حاجه. خبر تاني، الخبر ده كان المفروض نقوله من يومين، بس حقيقي احنا انشغلنا باكتر من حاجه، ونتيجه ثانويه عامه وماتش كره القدم بتاع امبارح كان محطوط من ضمن الاخبار اللي المفروض اقولها امبارح، سوري يعني المفروض ان انا اقولها الاسبوع ده، بس انشغلنا بكذا حاجه. الراجل، الصورة بتاعت الراجل اللي كان ماشي بالقميص بتاعه في الشارع وهو مش لابس حاجة وبس ماسك القميص بتاعه، أنا شفت الفيديو ده، ولد بيقول له الله ينور يا حاج، أيوة هو ده كده الكلام. هذا الرجل لما قعدنا ندور على القصة، إيه قصة الراجل دي؟ أعتقد الناس كتيرة عرفوا إيه القصة. القصة دي إن هذا الرجل بقاله سنين ما بيشتغلش، وهو وعنده أسرة والتزامات، ودلوقتي في اللحظة اللي هو كان ماشي فيها دي هو عنده انترفيو شغل في احدى الشركات، وكان مطلوب في الانترفيو ده انه يبقى لابس لبس مهندم. فالراجل الجميل ده فكر، انا النهاردة الدنيا حر وعبال ما اوصل الطريق وما عنديش عربية، ويمكن امكانياته مش مخلياه واضح ان هو يركب مواصلات، فانا لو لبست القميص دلوقتي القميص ده هيكرمش وهيبقى منظري مش حلو، ويمكن ما تقابلش في الشغل بسبب ان انا هبقى عرقان ومكرمش، فده هيجيلي وانا محتاج الشغل. فيحصل ايه؟ الطباع الجميلة بتاعت المواطن المصري قرر يمسك القميص وهو مكوي لغاية ما يوصل لمكتب الشغل اللي هيروح يشتغل فيه وهيعمل فيه الانترفيو، وما همهوش وما فرقش معاه ان هو ماشي بالفانيلا الداخلية في الشارع، لان كان كل همه ان هو يحاول ياخد الشغلانه دي، لان هو راجل مسؤول ملتزم عنده عيله وعنده فواتير لازم تدفع. فحتى لو كان هذا المقابل البسيط انه يمشي في الشارع، ممكن الناس تتكلم عليه، ممكن الناس تقول عليه ده مجنون ولا لا، ولا فرقت معاه، المهم انه يلبس القميص ده عند باب الشركه اللي رايح يعمل فيها الانترفيو. كم مننا، كم واحد فينا يقدر يعمل زي الراجل ده؟ فين الناس دي؟ فين احنا؟ فين في حاجة غلط عندنا حصلت في مجتمعنا؟ احنا الراجل ده اعتقد نفس دماغ اهالينا، يعني انا ما استبعدش ان لو ابويا انا كان عنده الانترفيو وعنده الامكانيات المادية دي الضعيفة او مستني الشغلانة الرهيبة دي، انا اعتقد ابويا كان عمل زي كده، الله يرحمه، كان عمل نفس اللي عمله الراجل ده. ليه؟ لان الحس بتاع المسؤولية اقوى بكتير جدا من المنظرة، من التنطيط، من ايه يعني، من غير ما يفكر. الراجل ده بيقدم لنا دروس كتيرة جدا 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 بمسكته للقميص ده، فكرة انا ولا فارق معايا ان انا واخدها ماشي، رغم ان اللي في ناس في الشارع عرضوا عليه يوصلوه، الراجل قال لهم ادعولي بس. مسؤولية، عزة النفس، وانا بعمل حاجة ممكن لناس كتيرة جدا تبقى تقول ايه ده، ده راجل اتجنن، دون المستوى والتقييم الذاتي اللي هو اللي احنا ماشيين عليه دلوقتي في السوشيال ميديا، الشتيمة من اجل الشتيمة. الراجل ده مثال لكل حاجة حلوة بتمنى انها ترجع تاني عندنا في مصر، عزة النفس، كرامة، المسؤولية، الراجل الاصيل المصري اللي خايف على اسرته وبيته، ما تفرقش معاه هيمشي قد ايه، ما يفرقش معاه الناس هتقول عليه قد ايه، المهم انه ياخد الشغلانة دي عشان يوفر حياة كريمة لعياله. تحية مننا ومن اسرة البرنامج لهذا الرجل اللي احنا مش عارفين اسمه، واللي انا مش هقول اسمه لكن اقول انا بحترمك جدا، انت فكرتني بابويا ربنا يديك طولة العمر، مش لحاجة، لأنه هو كان عنده سمات وشخصية الرجل الشرقي المصري اللي بيخاف على أسرته، ممكن يعمل أي حاجة عشان خاطر أسرته. فتحية مني ومن كل زملائي في الاستوديو لهذا الرجل الجميل. أعتقد أن أنا ما عنديش أخبار تانية أكتر من كده، يعني إحنا حلقتنا النهاردة حلقة مهمة جدا، إحنا عدم وجود سهير خلاني أزوغ من هالة وأقرر أن أعمل حاجة هموت وأعملها، وتفسير الأحلام. ليه؟ لأن في ناس كتير جدا بتسألنا على حاجات كتير فيما يختص في تفسير أحلام، فأنا النهاردة زوغان من سهير معانا، سيدة الجميلة
هقول لكم انا اسمها ايه، اسمها حنان الجندي. حنان الجندي موجوده معانا عشان تفسر لنا مجموعه من الاحلام وموضوع ومجموعه من الرموز اللي ناس كتير بتسال عنها. هنخور فيها النهارده.